بونسوار، هنكمل النهاردة في بروجرام سانكين بريمير. هنتكلم اللسان النهاردة عن أردر إي كومباريزون دي نمبر ناتشورال، الترتيب والمقارنة بين النمبر ناتشورال. طيب لما يجي يقول لي أول حاجة لازم أعرف أرسمها إزاي، هي دروات نيميريك. دروات نيميريك دي أنا برسم خط كده دروات على اللينيا بتاع الكاي بتاعي، حط له دي فلاش من ناحيتين، وبعلم في أي مكان زيرو، وبعدين بجيب الرجل بالمسطرة وأقيس ان سنتيمتر. يعني مثلا لو حطيت الزيرو على مكان الزيرو في الرجل يبقى الان عند الان، دو عند دو، يعني كل ان سنتيمتر بحط رقم. دكار، فلازم دي كده اسمها ايه، الدروات نيميريك بتاعتي. فما يجي يقول لي ريبريزنت سور لا دروات نيميريك، يعني مثلي لي الحاجات دي على دروات نيميريك. اكس ايجال زيرو ان دو تروا، يعني اكس بزيرو وان ودو وتروا. هعملها ازاي على دروات نيميريك؟ ادي زيرو، هعمل عليه دايرة كده سيركل صغيرة ملونة خالص مقفولة، والان والدو وتروا، وبعد ما عملتهم اروح موصلاهم كده ببعض، يبقى انا كده عملت ريبريزنتي للاربع ارقام دول. كمان لما يجي يقول لانسامبل دي نمبر بير، لانسامبل دي نمبر بير يبقى البير، احنا عملنا الكلام ده المرة اللي فاتت شبهه شوية اعتقد كده، صح ولا ايه؟ كنا بنقول يعني قلنا الانسامبل، انسامبل دي نمبر بير اللي هو مين، المفروض ان احنا قلناه قبل كده، اللي هم 0 2 4 6 8 جوسكا لانفيني، يعني ما بيخلصوش. طب ازاي اعمل ريبريزونتي الانسامبل انفيني على دروات نيميريك؟ هعمل الاول كولوريه للارقام اللي عندي اللي هي 0 2 4 سيس ويت. طب هما خلصوا كده؟ لا، المفروض في ديس ودوز والارقام دي كلها، فانا اروح موصلة دول كده واطول واعمل فلاش نسبة، لانه في لسه ارقام انا ما عملت لهاش كولوريه، فانا بعمل الفلاش ده عشان في ارقام تاني انا لسه مش عندي، لو فضلت اعمل لغاية فين برضو هيفضل ارقام مش موجودة عندي. الانسامبل دي نمبر ناتورال انفيريور اسيس، النمبر الناتورال اخلي بالي ناتورال يعني النمبر اللي مبتدين بزيرو، واقل من سيس يعني زيرو ان دو تروا كاتر سينك، يبقى ادي الزيرو وادي الان دو تروا كاتر سينك، وهم متحددين انهم انفيريور اسيس، يعني ما ينفعش اكمل بعد كده، فهوصل دول ببعض وهسكت لحد هنا اهو. الانسامبل دي نمبر كي سيرف ا كونتي انفيريور اسيس، الارقام اللي بينفعوا في العد اقل من السيس. مين الارقام اللي اقل من السيس؟ وكي في النمبر كي سيرف ا كونتي، ده الفرق بينها وبين السؤال ده، يعني انا هنا مش هاخد الزيرو معايا، يعني هبتدي من 1 2 3 4 وهقف برضو لحد ال 5، لانه ما دام قال انفيريور اسيس يبقى بقف لحد قبلها، لكن لو قال انفيريور وايجال السيس هاخد السيس معايا. هبتدي اعمل ريبريزنتي للارقام دي، ادي ال 1 2 3 4 5 ووصلهم ببعض كده، انا عملت ريبريزنتي. طيب نكمل، لانسامبل دي نمبر ناتورال كومبري انتر 4 و 7، اللي بين 4 و 7، ادي 4 وادي الست، ماليش دعوة ما دام يقول كومبري يبقى ماليش دعوة لا بالكاتر ولا بالست، ليا دعوة باللي بينهم. مين اللي بينهم؟ السنك والسيس، ووصل ما بينهم. طب لانسامبل دي نمبر ناتورال سوبيريور ا كاتر، الأكبر من كاتر، النمبر ناتورال ناتورال فيهم الزيرو، بس هو بيقول سوبيريور ا كاتر يعني أكبر من كاتر، يبقى ماليش دعوة بالزيرو، هبتدي من بعد الكاتر، يعني سنك سيس ست ويت نف. ممكن حد يقول انا زهقت بقى اوصل دول واعمل فلاش، لا، لانه انا دروات نيميريك بتاعتي لسه موجود فيها ارقام فلازم اعملهم، لانه معنى كده ان انا هفوت الرقمين دول مش هاخدهم وهاخد اللي بعديهم، لازم ما دام دروات نيميريك بتاعتي واصله للانز يبقى اعمل كله لغايه الانز واعمل الفلاش. طب انا لو دروات نيميريك واقفه عندي لغايه الويت يبقى تمام، هعمل كولوريه لغايه الويت واعمل الفلاش، يبقى بقف لغايه اخر دروات نيميريك بتاعتي. الانسامبل دي نمبر ناتورال سوبيريور و ايجال 3، هنا بقى اللي انا كنت بقول عليه، سوبيريور يعني اكبر و ايجال 3 يبقى 3 معايا المرة دي، يبقى هبتدي من 3 4 5 6 7 8 واحط فلاش في الاخر. الانسامبل دي فاكتور دو 6، هما مين الفاكتور دو 6؟
السيس دي عبارة عن ان فوا سيس وعبارة عن تروا فوا دو. السيس عبارة عن ان فوا سيس وتروا فوا دو. الان فوا سيس دول اتنين فاكتور وتروا فوا دو اتنين فاكتور، يبقى هما دول اربعة فاكتور بتوع السيس، يبقى ان ودو وتروا وسيس. بس كده ووصل ما بينهم. L'ensemble des nombres premiers plus petits que 10. Nombre premier l'aqal min 10. مين النومبر البرومي الأقل من 10؟ النومبر البرومي اتفقنا عليهم لو ابتدينا من الأول هما 2 و 3 وشرحناهم كويس قبل كده 5 7 وهك، بس مفيش حاجة تانية أقل من 10. يبقى 2 3 5 7 واعمل ريليه ما بينهم كده هم. L'ensemble des facteurs premiers de 15. Le facteur premier. في المرة اللي فاتت قال لي facteur de 6 وسكت فخدت كل الفاكتور، لكن هنا بيقول لي facteur premier de 15 فلازم اشوف هي 15 دي عبارة عن 1 فوا 15 وعبارة عن 3 فوا 5. فلازم اخد بالي هي في 1 في 15 في 3 في 5. مين في دول premier؟ ال 1 premier؟ لا غلط. طب ال 15 premier؟ لا غلط. طب 3 بريمير؟ اه. طب 5؟ اه. يبقى الفاكتور بريمير هم 3 وال 5، هم دول اللي هلونهم واعمل ريليه ما بينهم. هنا بيقول اكسبريم بار بلو جران بلو بيتي بلو جران ايجال بلو بيتي ايجال اكس، ادي اكس نكتبها كده، بلو بيتي كو 5 اصغر من ال 5. بلو بيتي يعني البق المقفول ناحيه الاكس من ال 5، يبقى اصغر من ال 5 كده اهو. 9 تاني كمان مرة 9، انا بكتب زي ما بيقول اللي قاله الاول اكتبه الاول، يعني مش هنا قال 9 بلو بيتي كو اكس يبقى احط اكس الاول وادور، لا 9 بلو بيتي كو اكس يبقى اصغر من اكس. طب فرضنا ان هو كان جايب لي بوان اكس و 9، لازم هكتب دي الاول، يعني انا هترجم دي لدي، بس هو بيقول لي دي ايجال دي، فانا هبص على دي الاول. البق المفتوح ناحية مين؟ ناحية الإكس، يبقى هحطه هنا ناحية الإكس. لكن لو أنا اتفلحست وقلت هعمل من دي لدي على طول هغلط أكيد، لازم أعمل الخطوة دي وبعدين أوصل لدي. إكس بلو جران كو سيس يعني إكس، هو قال إكس الأول، بلو جران يبقى أكبر من السيس. إكس بلو بيتي أو إيجال الويت، إكس أصغر أو قد الويت، إي بلو جران كو 5 وأكبر من 5. طب إيه هروح حطها هنا؟ لا، هي مين اللي قال عليها اكبر؟ ده الاكس اللي اكبر من السنك، يعني قال ان الاكس برضو اهي اكبر من السنك، يعني عايز البق المفتوح ناحية اكس، فانا ممكن احطه من هنا واحط هنا الايه السنك. ليه؟ لان السنك اوريدي اصغر من الويت، فلو اتحطت كده الاكس ما بين السنك والويت هتبقى صح. اللي قال عندها ايجال هي الويت، فهي اللي يبقى عندها شرطة زيادة، لكن السنك لا. Écris l'ensemble représenté par la droite numérique. Quoi est-ce que je vais écrire l'ensemble? 1, 3, 5, 7. Ou F est là. Je peux, si je suis en train de faire ça, écrire comme ça. 1,3,5,7. Mais je vais vous dire, 1, 3, 5 ou 7, c'est le nombre impair. Je vais vous dire l'ensemble des nombres impair. Mais ils sont اصغر او قد السات، او ممكن نقول اصغر من نف، لان اللي بعد كده امبير النف، يبقى بلو بيتي كو نف اصغر من النف. تمام كده؟ طيب 0 4 لا سوري 0 2 4 6 ومكمله، خلي بالنا، يبقى ده الانسامبل دي نمبر بير، الانسامبل دي نمبر بير او نمبر ناتشورال بير، ممكن نقول أحسن نمبر ناتشورال بير. طيب هنا هو عندي 2 و 3 و 5 و 6 2 و 3 و 5 و 6 ومكملة، يبقى دول نمبر مين؟ نمبر برومي، على حسب ما عرفناهم قبل كده ليه نمبر برومي. والبرومي مش لازم احدد هما ناتشورال ولا سيرف اكونتي، لان اوريدي هما مفهومش الزيرو. انا هنا حددت عشان انا معايا الزيرو، فلازم احدد انا فين بالظبط. دكار؟ طيب اكري بار لا ليست اي ريبريزونت سور لا دروات نيميريك.
دي كده اسمها بروبريتي كاركترستيك، يعني بكتبها بطريقة شرح، لكن انا عايزه اكتبها بالليست واعملها على الدروات نيوميريك. فانا عشان اكتب دي في الليست اكس اصغر من 3، مين اصغر من 3؟ وهو بيقول اكس ابارتيان في ان، يعني نمبر ناتشورال، يبقى 0 و 1 و 2. يبقى عشان اعمل لها ريبريزونتي ادي 0 و 1 و 2، وهروح عاملاها موصلهم كده ريلي. اكس اكبر من 4، انا ده اللي يهمني، ويهمني هي في انهو نمبر اكبر من 4، يبقى 5 6 7 8 جوسكا لانفيني. يبقى 5 6 7 واوصل واعمل ايه فلاش جوسكا لانفيني. داكور، اكس كومبري انتر 2 و 5، ما بين ال 2 وما بين ال 5، فانا هعمل هنا ما بين ال 2 وال 5. فقلت مادام كومبري انتر ماليش دعوه ولا بال 2 ولا ال 5، ادي ال 2 وال 5 ماليش دعوه بيهم، يبقى اللي ما بينهم 3 وال 4 واعمل لهم رولي. اكس ابارتيان ل ان 2 بلو بيتي او ايجال اكس بلو بيتي ك 8، يعني اكس ما بين ال 2 وال 8، بس خلي بالي في ايجال عند ال 2، يبقى ال 2 بس معايا، يبقى 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7. ال 8 مش معايا عشان مفيش عندها ايجال. اكس اكبر من الان واصغر من 4، بس في ايجال عند الاثنين، يبقى هاخد الان وهاخد ال 4 كمان معايا، يبقى 1 2 3 4 واوصلهم كلهم ببعض. اكس بلو جران او ايجال 2 اي بلو بيتي او ايجال 6، يعني من ال 2 لحد ال 6 وال 2 وال 6 معايا، مادام في او ايجال تبقى معايا 2 3 4 5 6، واوصلهم ببعض. اكس ابارتيان في ان 3 بلو بيتي او ايجال اكس بلو بيتي او ايجال 7، يبقى ما بين 3 لحد 7، يبقى هاخد وفي ايجال، يبقى هاخد 3 معايا 4 5 6 7 واعمل لهم ريلي. طيب لما يجي يقول لي ريبوند ا سو كي سوي، عايزين بقى نشوف الكلام ده اعمله ازاي. اما يجي يتكلم عن نمبر ناتشورال، الارقام الطبيعيه، الارقام الطبيعيه لما اجي اتكلم عليها كل نمبر بيزيد عن اللي قبله بقى، يعني ما باجي ازيد بعمل بلس ا، وما باجي اقل بعمل موا ام. اوكي طيب، نمبر بير او امبير، الحالتين لما اجي ازيد اعمل بلس 2، ولما اجي انقص اعمل موان 2. ايه ده ازاي الامبير هعمل بلس 2 وموان 2؟ ما هو الان لل 3 انا كده زودت 2، من 3 لل 5 زودت 2، فعادي ان انا اعمل بلس او موان 2، مش عشان هم امبير يبقى مش هعمل 2، لا ده ملوش علاقه بقى. طيب بيقول لي هنا اكري 3 نمبر ناتشورال كونسيكيوتيف لو ميديان اكس، الوسطاني اكس، عايزه الثلاث ارقام ناتشورال ورا بعض الوسطاني فيهم اكس. يعني لو انا عندي ده اكس، انا عايزه 3 نمبر ناتشورال، قلت النمبر ناتشورال بزيد بزود ام، بقل بنقص ام. الميديان يعني الوسطاني، حطيته عشان ازيد هزود ام، يبقى اكس بلس ام. طب وعشان اقل هنقص ام، يبقى اكس موان ام. داكور، 5 نمبر بير، خلي بالنا من بير، كونسيكوتيف يعني ورا بعض، دون لو بلو بيتي اكس بلس 7، يعني اصغر واحد اكس بلس ايه 6. هو عايز مني 5 وبير، اتفقنا في البير هزود 2، يبقى هنا عشان ازود 2 هقول اكس بلس 7 بلس 2. طب ما السات والدو ارقام يتجمعوا مع بعض يبقوا 9، يبقى هنا اكس بلس 9، هزود 2 تاني يبقى اكس بلس 11، هزود 2 كمان يبقى اكس بلس 13، 2 كمان يبقى اكس بلس 15. ايه ده يا مدام، ده 15 و 13 و 11 و 9 و 7 دول كلهم امبير. بس ما هو ممكن الاكس دي تكون ممكن تكون 3، فلو عملت 3 بلس 13 تبقى 6، 3 بلس 11 14، 3 بلس 9 12، فكله هيبقى بير. تمام. طيب سي اكس بلس 7 اي بير، لو ده بير، بير اهو، اكري دو نومبر كي لو بريسيد اي دو نومبر كي لو سوي، عايزه رقمين قبليه ورقمين بعديه. اكس بلس 7 ده بير، يبقى عشان ازيد ازود 2، يبقى اكس بلس 9 واكس بلس 11، ازود 2 بعد ال 9 دي 11، بعمل كده يعني. طب عشان انقص، انقص من 7 2 تبقى كام؟ اكس بلس 5.
انا اس 2 كمان يبقى اكس بلس اي 3. لو y بلس 2 امبير، اكري دو نومبر كي لو سوي، رقمين بعديه y بلس 2، ما زود بعديه هزود 2، يبقى y بلس 2 بلس 2 تبقى بلس 4، بلس 2 كمان تبقى y بلس 6. طب عايز اجيب اللي قبليه كي لو بريسيد، نخلي بالنا بريسيد قبليه سوي بعديه، بريسيد قبليه سوي بعدي. ممكن نعرفها بحاجة، دريير دريير فيها دي وبريسيد فيها دي، فدريير يعني ورا وبريسيد قبلي ورا قبلي، سوي بقى اللي ما فيهاش دي تبقى افان بعدي. دي y بلس 2، عشان اقل 2 يبقى نقص 2، يبقى y بلس 2 موان 2 بلس 2 وموان 2 بقت 0، يبقى y بس. ننقص 2 كمان يبقى y موان 2. دكار كده؟ Si A, B, C, D, E sont des nombres naturels, complète E, D, A, B, C, دول مكتوبين على droite numérique. كل ما بمشي ناحية اليمين كل ما الرقم بيزيد، كل ما بمشي ناحية الشمال كل ما الرقم بيقل. دايما كنت اقولها لكل البنات والولاد، بالنسبة للمسيحيين احنا عندنا انه الناس الكويسين سيجلسوا عن يمين الملك، يبقى الحلوين اللي بيزيدوا اللي على اليمين، وبرضو عند المسلمين اهل اليمين هم الناس الكويسين، فيبقى في اليمين دي الناس الكويسة الارقام اللي بتزيد، اللي بيقل بيقلل من رصيده، فدول الناس الوحشين اللي مالناش دعوة اللي هيخشوا النار، فاحنا الحلو اللي بيزيد اللي ناحية اليمين. فاحنا A و B، ادي A وادي B، مين اكبر؟ لناحية اليمين. اللي ماشي الناحية دي، اللي ماشي الناحية دي، الناحية دي، حتى لو انا حطيت ارقام عادية 0 1 2 3 4 هعرف ان البي اكبر من 2 من الا، يبقى البق المفتوح ناحية بي. سي وآ، ادي سي وادي آ، مين اكبر؟ سي، يبقى البق المفتوح ناحية سي. او وسي، ادي او وادي سي، مين اكبر؟ اللي الناحية دي، يبقى السي نحط ناحيتها البق المفتوح. ب ود، ب ود، مين اكبر؟ البي، يبقى ب نحط ناحيتها البق الايه المفتوح. ا و ا، ادي ا وادي ا، مين اكبر في دول؟ الا، عشان هي اللي ايه ناحيه اليمين. دكار كده اخذنا الليسون ده، وادي الديفوار بتاعه هنعمله، كله متصور وجاهز على الطباعه، هيتحط في البوست، يا ريت نعمله، وهحط الديفوار في الكومنتات. انا عارفه اني متاخره في الديفوارات، بس هكمل وهحط كله في الكومنتات.